السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال الدرس المتتاليات الإعدادية. إذا في هذا الفيديو هذه غنشوفوا ونتعرفوا على الطريقة ديال الإجابة على السؤال ديال برهان بالترجع، ولكن إذا كانت U N محدودة بين جوج أعداد. مثلا تيقول لك برهن أو بين باستعمال برهان بالترجع بأن U N محصورة بين 0 و1 ولا 2 و 4 إلى آخره. يعني هذه عندها واحد الطريقة هي اللي غنشوفوها من بعد ما نشرح بعض الحوايج اللي كنحتاجوهم في هذه الفقرة هذه. يلا ردوا معايا البال عفاكم، ناخذ طبشورة. واحد القضية غنديرها هنا كإشارة فقط باش ملي غنتصادفوا معاها تفهموا شنو كندير. مثلا أنت بغيتي تبين بأن عندك إكس مثلا محصور بين أ و بي، إكس محصور بين أ و بي، وبغيتي تبين هاد القضية هادي محدودة، بغيتي تبين بأن إكس محصور بين أ و بي، راه يمكن لك تبين كل حاجة بوحدها. هادي باش تبينها راه يمكن لك تبين بأن إكس صغيرة على بي و إكس كبيرة على أ. واش باينة الفكرة؟ من هنا كنخرجوا منها جوج ديال المتفاوتات، يعني غتبين هذه بوحدها وغتبين هذه بوحدها. من هنا استنتجنا هاد جوج متفاوتات. مزيان، هذه عاوتاني الا بغيتي تبينها كتستعمل ديك الطريقة ديال الفرق، اما غدي اكس لديك الجهة ولا غتجيب بي لديك الجهة. مثلا غنجيب بي لهاد الجهة هادي، كتبين الفرق اصغر من صفر، صافي. و هادي عاوتاني الا بغيتي تبين هاد المتفاوتات بينها بهاد الطريقة هادي، اما دي ال ديك لذاك الطرف اولا نجيب اكس لهاد الطرف، اختار اللي بغيتي. مثلا غندي ال ذاك الطرف، يعني غنبين اكس ناقص ا اكبر من صفر. علاش كيبقى لي هنا صفر؟ حيت داك ا جريتو لذاك الطرف كما شرحت في الفيديو السابقة. اذا هذه هي الخطة اللي غنتبعو ملي تيكون عندك محدودة يو ان محدودة وبغيتي تبران عليها في الترجع. كتفرقها، كدير كتبين هذه بوحدها وهذه بوحدها، من بعد الا بغيتي تبين هذه كتحسب هذه يعني الفرق، وهذه عاوتاني كتبينها بالفرق، وملي كتبين هاد الجوج هادو اذا راك بينتي هاد القضيه هادي. اذا نتمنى تفهموا الفكره ديالي، ودابا غنمسح السبوره باش نتلاقاو ونجاوبوا على التمرين. اذا التمرين اللي عندنا هو كالتالي: نعتبر يو ان معرفه بما يلي: الى صفر كتساوي 3، الى ان زائد 1 كتساوي 8، عامل الى ان ناقص 1 على الى ان زائد 2 لكل ان من ان. اذا شنو هو الحد الاول في التمرين؟ هو صفر. علاش؟ حيت تعطات لنا لكل ان من ان، كون تعطات لنا ان نجمه غنقولوا واحد هو الحد الاول. اذا السؤال هو: بين ان الى ان محصوره بين 2 و 4 لكل ان من ان. اذا كما شفنا في الفيديو السابقه ما كتعطاش لنا محدوده، ياك يعني شرحنا الا تعطات لك مثلا شي عدد كبير على ال ان او شي عدد صغير على ال ان وكنلقاوها عادي. دابا الا تعطات لك محدوده هذه هي الطريقه اللي غنتبعو. اذا اول حاجه كنديرو اساس الترجع، ماشي بالضروره تكتب هاد العناوين هادو، فقط للتنظيم. اساس الترجع كندير عاوتاني نضع كما كنديرو عادي جدا، نضع ان كتساوي صفر. علاش؟ حيت الحد الاول في التمرين هو صفر، ومنه الى صفر شحال كتساوي؟ ها هي تعطات لك كتساوي 3، ديما كتعطى لك. ومنه واش هاد 3 هادي محصوره بين 2 و 4؟ فعلا راه محصوره بين 2 و 4، يعني الا عوضت هاد ان بصفر راه كتكون هاد المتفاوته صحيحه. علاش؟ حيت الى صفر كتساوي 3، وحنا عارفين بان 3 محصوره بين 2 و 4. اذا هاد القضيه هادي كتسمى عباره صحيحه. انت ما تكتبش هاد الاختصارات هادو في الوطني، كتب عباره صحيحه، انا غير ما عنديش البلاصه. دونك فرضيه الترجع هنا فين بغيتكم تنتبهوا مزيان، فرضيه الترجع دائما نفس العريضه الاولى. نفترض ان داك السؤال اللي عطاونا صحيح،
ولنبين أن إلى إن زائد واحد محصورة بين جوج وأربعة حتى إن. دونك داك الشرط إن عنصر من إن، هذا ضروري خصكم ما تنساوهش ضروري. إلا عندك عاوتاني إن نجمة غدير إن تنتمي إلى إن نجمة. كما قلت لكم سابقا في الأول ديال الفيديو، بحال إلا عندك إكس محصور بين أ أو بي، شنو غنبين؟ باش نبين هذه غنبين غندير عاوتاني هذه غنكتبها بشكل آخر لنبين أن غنفرقها إلى إن زائد واحد أصغر من أربعة و إلى إن زائد واحد أكبر من اثنان. صافي واضح؟ يعني بحال إلا عندك إكس محصور بين أ أو بي، غتبين بأن إكس أكبر من أ و إكس أصغر من بي، يعني فرقتيهم ديما نفس الطريقة ملي كتكون محدودة. من بعد شنو غدير؟ دابا غنجاوبو باش نبين هادي. مثلا غنبدا بالأولى، غنبين بأن إلى إن زائد واحد أصغر من أربعة، غنبدا بهادي هي الأولى، عاد هادي، ومن بعد راه غنجمعهم. يلا غنبين الأولى لنبين، دابا كتجاوب صافي؟ غنجاوب لنبين، يلا نبداو بالأولى لنبين أن إلى إن زائد واحد أصغر من أربعة. وباش تبين هذه راه كتبين الفرق ديالهم، ياك عقلتوا على ديك الطريقة ديال الفرق؟ كتجرب الأربعة لهاد الجهة ولا كدي إلى إن زائد واحد لديك الجهة؟ مثلا غندي إلى إن زائد واحد لديك الجهة، يعني غتبقى لي أنا صفر أربعة ناقص إلى إن زائد واحد. ملي غتبين هذه راه بحال إلا جاوبتي على هذه، صافي؟ وحنا راه بدينا غير بهذه، من بعد غنبينو الأخرى. يلا غنبينو هذه القضية هذه، غنحسب هذا الفرق هذا ونشوف واش كبير على صفر ولا لا. ها حنا كنجاوبو الثاني، 4 ناقص إلى إن زائد 1 4 ناقص إلى إن زائد 1 شحال كتساوي في التمرين؟ هنا من بعد توحيد المقام داكشي راه باين، يعني هذا المقام هذا في 4 ناقص 8 على المقام الموحد. صافي واضح، درت توحيد المقام هذا التعبير في هذا التعبير، ودرت الاقواس حيت كلشي هذا المقام مضروب في 4. من بعد كنحيد الاقواس ونقد الحساب ونشوف داك التقاشر شحال غيساوي. أربعة إلى إن 12، داكشي ديال السبعة والثمانية، أربعة في جوج يعني ثمانية، ناقص ثمانية في إلى إن كتعطيك ناقص ثمانية إلى إن، ناقص ثمانية في ناقص واحد كتعطيك زائد ثمانية، تساوي المقام بعدا غنخليه. دابا غنقاد الحساب، عندك 8 زائد 8 شحال كتساوي؟ كتساوي 16. 4 إلى إن ناقص 8 إلى إن، بحال إلا عندك 4 إكس ناقص 8 إكس شحال كتساوي هادي؟ كتساوي ناقص 4 إكس، ياك غير بلاصة إكس كاين إلى إن، 4 إلى إن ناقص 8 إلى إن هي ناقص 4 إلى إن. ولاحظت بأن هناك عامل مشترك اللي هو 4 بين 16 و 4، راه يمكن لك تعمل ب 4. كلشي كيعرف هاد القضية هادي. غنعمل مثلا بربعة، شنو غيبقى لي هنا؟ غتبقى ليك ربعة، وتما غتبقى ليك إلى إن، والمقام أصلا راه باين. دابا لقينا واحد التعبير، غنشوفو هاد التعبير واش موجب ولا سالب، كما كنديرو دائما، غنبداو بالمقام، واش المقام موجب ولا سالب؟ غنشوفو أولا الإشارة ديال أو لا إلا عندك شنو عندك في الافتراض، افترضتي بأن 4 أكبر من إلى إن، باش تعرف الإشارة ديال هادي خصنا نبداو بالافتراض. لدينا 4 كبيرة على إلى إن،
واش مفهوم؟ هنا غنحاول ندير تأطير لهذا التعبير، هذا ندير تأطير لهذا التعبير ونشوف واش موجب او لا سالب، نشوف واش موجب او لا سالب. واصلا ملي بلا كاع ما نحتاجو التأطير، حيت افترضتي بان الى ان محصوره بين جوج وربعة، شي حاجه محصوره بين جوج وربعة واش موجبه ولا سالبه؟ بطبيعه الحال منطقيا راه موجبه، اذا بلا ما ندير التأطير غندير لدينا حسب الافتراض. راه افترضتي بان الى ان محصوره بين جوج وربع، افترضتيها زعما اعتبرتيها صحيحه، وشي حاجه محصوره بين جوج وربع شنو كتكون؟ راه موجبه. اذا الى ان موجبه وجوج موجب، اذا المقام راه عرفناه موجب، صافي موجب حسب الافتراض. لان كدير لان مزيان، هادشي علاش قلنا هذا التعبير موجب. لان دابا غنمشي للفوق، اربعه موجبه ولكن هذا التعبير ما عرفناش. غتجي الافتراض اللي تعاود ثاني، غدير لدينا هنا، لدينا دابا غتهتم غير الا بغيتي تهتم بهذه المحدوده كلها، او لا غناخذ غير اكبر من اربعه باش نخرج منها هذه، واش مفهوم؟ حيت هذه كلها يمكن لك تخدم بها، ولا تخدم غير بهذا الجزء او لا هذا الجزء، فرضيه الترجع حيت افترضتيها. دونك لدينا أربعة كبيرة على إل إن، أيا افترضتيها أربعة كبيرة على إل إن، باش تبان ليا هادي واش غندي إل إن لذاك الطرف ولا غنجرب على هذا الطرف؟ ناقص كاينة حدا إل إن، إذا غتمشي إل إن لذاك الطرف، واش مفهوم؟ هادي غتعطينا أربعة ناقص إل إن، هاهي هاد ال ان جريتها لهاد الطرف ولات ناقص ال ان، ودابا كتشبه ليا هادي، ماشي غنجرب راه الا جريت 4 لهاد الجهة غتولي ال ان ناقص 4، وهادي راه 4 ناقص ال ان، كتحاول ديما تخرج نفس التعبير. اذا هاد التعبير كبير على صفر، هو لقيناه، جرينا هاديك ولقيناه بانه كبير على صفر، هذا موجب وهذا موجب وهذا موجب، اذا الكل موجب، صافي؟ نتار لان دائما كتعطي لدينا ولا ومنه، ولا لان وبالتالي احنا بينا هذه، حيت بينا ان هذه القضيه اكبر من صفر، يعني بينا بحال الا بينا هذه، وبالتالي الى ان زائد واحد اصغر من اربعه. احنا بعدا بينا هاد الاولى هذه، نفس الشيء بالنسبه لهاد الثانيه هادي، يعني بحال الا عندك جوج ديال البرهان بالترجع، اولا جوج ديال الاسئله في السؤال الواحد، دونك حنا بينا هادي غنبينو ديك الاخرى ومن بعد نجمعهم. هادي هي الطريقه ديال الا كانت محدوده. نبينو ديك الاخرى، نبين ان إلى إن زائد واحد أكبر من جوج، باش تبين هادي عاوتاني غتبين الفرق ديالهم. عندي مثلا جوج لذاك الطرف غيبقى لي أنا صفر، إلا بغيتي تجر إلى إن زائد واحد لهاد الطرف ماشي مشكل، اللي عجبك ديرو. يلا خصنا نبينو هاد الفرق أكبر من صفر، أشنو غدير؟ غتحسب عاوتاني هاد الفرق وتشوفو واش كبير على صفر ولا لا. يلا إلى إن زائد واحد نفس الطريقة، توحيد المقام كما ديما، النشر الأقوس ناقص جوج إلى إن، ناقص جوج في جوج كتعطيك ناقص ربعة، كتساوي هنا غنحسب ناقص تمنية ناقص ربعة، غنخليها من بعد، تمنية إلى إن ناقص جوج إلى إن كتعطيك ستة إلى إن، ناقص تمنية ناقص ربعة كتعطيك ناقص
12 هذه معروفة. بين 12 و6 راه كاين واحد العامل مشترك، غنعملو مثلا ب6. إذا لقيت عامل مشترك عمل، غنعمل مثلا ب6، غتبقى لي هنا إلى أن، وهنا غتبقى لي جوج، حيت جوج في 6 هي 12. وكنلقاو هاد التعبير. دابا خصني عاوتاني نشوف واش موجب ولا سالب، يعني خصني ضروري نلقاه موجب، حيت خصنا نبينو هادي. غنبدا بالمقام، هاد المقام هذا واش موجب ولا سالب؟ خصنا نعرفوا عاوتاني الإشارة ديال هاد التعبير. أوكي، عندك لدينا إلى إن حسب الافتراض، حيت أنت افترضتي بأن إلى إن محصورة بين جوج وربعة، هادي كلها كنخدمو بها، ماشي غير ماشي ملي كنخدم مثلا بهادي إلى إن زائد واحد أكبر من جوج راه ما غنخدمش بديك ربعة، لا حتى ديك ربعة راه افترضتيها. هذا كل الافتراض هنا فين كنقسم كنبين كل حاجه بوحده، واش مفهوم؟ اما الى ان افترضتي محصوره بين جوج وربعه، شي حاجه محصوره بين جوج وربعه يعني موجبه، انت غدير لي ان، اذا الى ان موجبه بحال هكا، انت عبر كيما بغيتي وصل لي الفكره وصافي موجبه. يلا الى ان موجبه، الجوج موجبه، المقام موجب، الفوق هاد سته موجبه، ولكن هاد التعبير ما عرفناش، يعني غنخدم عاوتاني فرضية الترجع اللي افترضتي، يعني هذا المعطى، إما غتخدمها كاملة ولا غنخدم غير تما فين كاين جوج باش نخرج منها التعبير اللي كيشبه ليه، واش مفهوم؟ عندك الحق تخدمها كاملة، ولكن أنا غنخدم غير أنا باش نخرج منها داك التعبير. لدينا إلى إن، إذا باش تشبه ليا لهادي غندي جوج لذاك الطرف حيت شفت ناقص حدا جوج، اذا جوج هي اللي غتبدل ليها المكان، اذا غتعطيك الى ان ناقص جوج، وشنو غيبقى لك بلاصه جوج؟ غيبقى لك صفر، وشي حاجه كبيره على صفر يعني موجبه، هذا موجب وستة موجب والمقام موجب، يعني كلشي هاد التقاشر هذا راه موجب صافي. ومن اللي بينا هذا موجب راه بحال الا بينتي هذا موجب، يعني بحال الا بينتي او الا جاوبتي على هذه، ومن اللي جاوبتي على هذه يعني جاوبتي على هذه صافي. ومنه أنت جاوبتي على هذه، هذه هي الطريقة ديال الإجابة. يلا غنمسح هنا باش ندير التتمة. باش كاع تبين أكثر غدير وبما أن، دابا غتجمع النتائج، وبما أن إلى إن زائد واحد صغيرة على أربعة كما بينتي، و إلى إن زائد واحد كبيرة على جوج كما بينتي في هذه عاوتاني، إذا غتجمعهم عاوتاني في محدودة، عندك أربعة كبيرة على إلى إن وجوج كبيرة على إلى إن، يعني إلى إن زائد واحد زائد واحد، أوكي كنهضر على إلى إن زائد واحد، إذا غتكون محصورة بين جوج وأربعة صافي، أنت بينتيها. هذه هي الطريقة المتبعة في باش نبينو أن إلى إن محدودة بين جوج أعداد. دابا بقات لينا خلاصة ولا نتيجة كما ديما، إذا حسب مبدأ الترجع إلا بغيتي تكتبها، أولا إذا لكل إن كتعاود السؤال كما هو فوتوكوبي، غير كتحيد ديك بين أن، إذا فعلا راه إلى إن محصورة بين جوج وربعة، احنا جاوبنا على هذا السؤال هذا ديال الترجع. اذا نتمنى تفهموا الطريقه ديال الاجابه. والسؤال اللي تبع هذا البرهان بالترجع هو الرتابه، دونك الرتابه كنت شرحتها وانتم اللي غتجاوبوا عليه في التعليق، يعني غتعطيوني واش الى ان تناقصيه او لا تزايديه، واش متقاربه حيت السؤال الموالي قال لك ادرس رتابه الى ان ثم استنتج انها متقاربه، اذا هذا السؤال هذا بلا ما نجاوب عليه حيت شرحته ديجا انتم غتجاوبوا عليه في التعليق. يلا عطيوني واش الى ان تزايديه او لا تناقصيه، دونك خذوا ورقه وستيلو وحسبوها كما كنت كنحسبها. اذا شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء. اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه، جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.